تعين على بلداننا، بلدان منطقتنا، أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي، وأن تواكب التكنولوجيات المالية الحديثة التي ستحدث لا محال قفزة نوعية في التعاملات الاقتصادية وكذا في منابع النمو الاقتصادي. ومن ثم فإن الجزائر من خلال قانونها النقدي والمصرفي الجديد ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية.